ده هيخليني ارجع لحاجه، يعني حضرتك تصريح حضرتك قلته ان محاوله اغتيال مدير امن اسكندريه نفذت باوامر من تركيا، هل ايه دلائلك؟ يعني ايه هو الحقيقه اجتمع الاتراك مع القطريين في الحكايه. انت لما تلاقي انه اولا حركه حسم اللي بيديرها يحيى موسى الهارب في تركيا هي التي قامت بمحاولة تنفيذ هذه العملية، لما تشوفي شخصية اللواء مصطفى النمر ودوره الكبير في وضع منظومة أمنية في الإسكندرية وبالإضافة إلى تاريخه في مواجهة الإرهاب، تعرفي إن في طار شخصي ما بين الإخوان وما بين حركة حسم على وجه التحديد وما بين اللواء مصطفى النمر. لما تلاقي إنه قائد هذه العملية الهارب باسم جاد من إخوان كفر الشيخ من إخوان مطوبس، هو مولود سنة 82، يعني عنده دلوقتي 36 سنة، وده كان متهم ومطلوب لدى جهات التحقيق في نيابة أمن الدولة لأنه كان متهم بتفجير محطات كهرباء في الطريق الدولي من كفر الشيخ. ولما تلاقي انه الولد دوت هرب على السودان وبعدين راح على قطر بعد كده، ولما تلاقي العملية التمويلية للعربية اللي حطوا فيها القنبلة دي عربية لانسر ميتسوبيشي بأثمان كبيرة، ما يقدرش ولد صغير إمكانياته المادية ضعيفة جدا يشتريها من أمواله، والشراء تم بعد أن سافر إلى قطر. تعرفي أنه في منظومة تخطط تضع الخطط تدعم هذه الخطة بالأموال في قطر، ولما يكون أسلوب في حاجة اسمها الطريقة والأسلوب أو البصمة النفسية للمجرم بتعتبر واحدة. يعني في تاريخنا احنا لما كان زمان عملية من عمليات الجهاد كنا نعرف على طول دي عملية لها للجهاد، بصمة، ولما تكون من الجماعة الإسلامية بيبقى لها طريقة. ليه؟ لأن الجهاد جماعة تخصصت في الاغتيال، أما الجماعة الإسلامية فهي في التفجير العشوائي أو تفجر أي أماكن أو القتل العشوائي. لما تلاقي حركة حسم وحركة لواء الثورة والاتنين بيديرهم يحيى موسى من تركيا وفقا لتحقيقات نيابة أمن الدولة السابقة واعترافات كثيرة من أفراد تم القبض عليهم وأدلوا باعترافات وعلى فكرة مسألة الاعترافات دي اوعى حد يفتكر ان في تعذيب وقع على حد، هم بيعترفوا لوحديهم كده. تعرفي ليه؟ ليه؟ هم زي ما قلت لحضرتك صنعوا واقع افتراضي ليهم وقالوا في الواقع الافتراضي ده انه ستقوم ثورة اسلامية في البلاد قريبا. عندهم هذا الامر اليقين الظني اللي هو اغلب ما يكون الى الوهم أو اليقين الوهمي. فبيقولوا هتقوم ثورة إسلامية والثورة الإسلامية دي هتخرجنا من السجون، فلو إحنا أنكرنا قدام النيابة يبقى إحنا يبقى بهذا الشكل ما خرجناش أبطال. فضلا عن أنه بيعتبروا ده يعني شرف أن هم يبدعوا. بيقولوا حتى لو تأخرت هذه الثورة وقامت بعد ذلك بسنوات، احنا بنعمل اعتراف عشان التاريخ، عشان اولادنا في المستقبل والاجيال القادمة من هذه الجماعة يبقوا فخورين بينا ويقولوا الناس دي وقفت وقفة كويسة.